أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الأكل مع الكفار يكون من الولاء لهم؟ إذا أكلت معهم رغبة فيهم ومحبة لهم يكون من الولاء لهم، أما إذا أكلت معهم من أجل تناول الوجبة فقط وأنت تبغضهم ولا تحبهم فلا مانع من ذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.